السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور، عساكم الصحة والعافية، اللهم آمين. اليوم معاكم في قاعدة بسيطة، قاعدة لو اتخذها كثير من الناس كانوا بيتجنبون أشياء كثيرة سيئة في حياتهم. كان في ممكن ناس محكوم عليهم بالإعدام يأخذون كذا سنة سجن يطلعون، كان في ممكن ناس محكوم عليهم بالسجن إن ما ينسجنون من الأساس، كان في ممكن ناس يتجنبون أخطاء كثيرة كانت يطيحون فيها سبت فقط التهور والتسرع. القاعدة اللي أتكلم عنها قاعدة جدا بسيطة، تعتبر حتى خفيفة، ولكن قد تغير حياة كاملة، قد تكون قاعدة مصيرية بالنسبة لكثير من الناس. القاعدة اسمها 5 ثواني، 1 2 3 4 5. ركز معي المدش كثر، هي قصيرة. قبل ما تتصرف أي تصرف، وتصرف اللي أتكلم عنه لما يكون ردة فعل، اي شخص اسالك، اي شخص اذاك، اي شخص توقعت انه اسالك، قد يكون ما يقصد لكن توقعت انه اسالك، خذ هالقاعده. 5 ثواني فقط من حياتك قد تغير حياتك كامله. ركز معي في هال5 ثواني، كل اللي بسوي شيء واحد بس، اللي هو تسال نفسك هل يستاهل او لا. بما معنى خلينا نطرح مثلا بسيطه، مثلا شخص قدامك وانت تسوق تشلك بريك، وانت تسوق على سرعه ضرب لك بريك محترم، انت بسبه العصبيه اللي جتك مره واحده قلت خلاص انا بتجاوزه وبلف عليه بخوفه. لفيت عليه خوفته، الريال خاف، ارتبك، ما عرف كيف يتصرف، كسر السكان، انجلب، مات. قاعدة 5 ثواني تقول هل يستاهل؟ طيب قبل ما تلف عليه خلنا نسأل عمري سؤال، هل يستاهل لف عليه؟ يمكن يموت؟ لا. طيب شو ممكن أسوي؟ بغض النظر عن كان اللي بيسوي قانوني أو لا، أنا أتكلم في أن أنا أفضل أخف الضررين. ما ياس أقول لك لا تتعامل، ولا ياس أقول لك لا ترد، ولا ياس أقول لك لا تتصرف ولا تدافع، ولا بالعكس سو كل هذا، ولكن حدد هل يستاهل ولا لا. فعندك النقطة الأولى اللي قلناها إنه هل يستاهل، على المثال اللي ضربناه، هل يستاهل هذا الشخص إنه يموت بسبة إنه ضرب بريك؟ لا طبعا، في أشياء كثيرة ممكن تسويها، ممكن تتخذ الموضوع بشكل قانوني وتبلغ عليه، ممكن يا أخي تضرب له ديم لين ورا باكر لين ما يوقف وتلف قطراقات لين ما يقول بس، لكن يموت عشان بريك؟ لا. في ناس كثير، ركزوا معاي، ها، في ناس كثير نحكم عليهم إعدام بسبة شيء تافه. لما تسأله شو السبب اللي خلاك تجتل الشخص الفلاني يقول لك كان يطالعني. والله جد في ناس محكوم عليهم في الإعدام حاليا على مستوى العالم، مش على مستوى الدولة، على مستوى العالم، بسبة انه كان يطالعني. طيب لو فكر هذا الشخص للحظة واحدة يا أخي، فرضا يطالعك بنظرة ما عيبتك، ويا أخي مو خليك من اللي يطالعك، إن شاء الله يا سب أمك، وهو شيء كبير جدا ويستاهل الرد، يا سب أمك خليك من اللي يطالعك، فأنت تقول هذا سب أمي لازم أتصرف، شو أتصرف؟ أذبحه؟ لا، هذا سب أمك، ما اغتصب أمك، سب أمك. في تصرف صح، لكن انه يموت ما اتوقع العقاب المناسب، زخه لتلت لما يقول بس مش مشكله، لكن يموت لا. كثير من الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام والمؤبد والاحكام الشديده جدا يقول لك كانت لحظه غضب، انت لو تاخذها 5 ثواني يا اخي، فرضا انت تمشي واحد ضرب كتف بكتف، لو بدون هالقاعدة كان قمت لفيت اطراق ما تشوف، مع هالقاعدة 5 ثواني خلنا نشوف، تلف راسك تشوفه يقول لك اسمح لي اخوي بالغلط، تهدى. طيب الحين هو اوريدي لاف راسه وياي يكلم يقول لك بالغلط، معناته لو كنت ضاربنا الغلط كان بيركب كنت. يا اخي نفترض انك تتمشى في المول، اوكي، اهلك معك، واحد كلمه على اختك ولا اي كان، موضوع كبير مش صغير،
موضوع كبير، انا معك كبير، ولكن هل والله بيكون الرد هو الناس يقطعنه ولا اذبحه ولا اخنقه؟ لا لا لا، انا معك في ان الموضوع لازم يرد عليه، لكن مش بهالطريقه يا اخي. انت ان شاء الله في نص المول ها رن طراق يسمع اللي في المول كامل، ما في واحد في المول ما بيسمع الطراق، رن طراق يتم يرن في ذن اسبوع كامل، تسحة تسيح، خلك من الطراق، طراق عدة دق دق ليه ما يقول بس. بتقول لي انت حين تنصح ان الواحد يضرب؟ لا انا اقول لك انا ما انصح ان الواحد يضرب، ولكن انصح اذا كان لازم بيسوي شيء يضرب احسن عما يشتري. هي قاعدة بسيطة، هل يستاهل او لا؟ هتخدم في راسك في اي تصرف، في اي ردة فعل، في اي مشكلة، بس هو سؤال واحد، هل يستاهل او لا؟ في حالة يستاهل الصرف، في هذه الحالة أنت تقول والله البني آدم هذا يستاهل اللي أنا بسويه فيه والعواقب اللي بتيني بسبته. يعني والله مثلا واحد حرش في أختي مثلا، قمت لتيت ضرب لين ما قال بس، قانونيا ممنوع، انسجنت، تحاكمت، انسجنت وتحاسبت على الغلط اللي سويته. طيب هل يستاهل هالبني آدم أن أنا انسجن فترة الفلانية لأنه تحرش في أختي وضربته؟ لكن هل الموضوع ليكون نفسه إذا كان أنا جتلت الشخص هذا؟ يا واحد حرش فختي، عق عليه كلمة، قمت جتلت، حكمت إعدام، ولا مؤبد، هل هذا تصرف صحيح أو فعل صحيح أو نتيجة صحيحة أو بينتج عن فعلك هذا أي شيء فيه خير؟ ركز في شيء واحد بس، من يصير معك أي موقف استخدم قاعدة الخمس ثواني. في هالخمس ثواني، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، تفكر شيء واحد، يستاهل ولا لا؟ التصرف اللي تصرفه الشخص الفلاني او منو ما كان اللي قدامك، هل يستاهل ان اسوي فيه اللي في بالي او لا؟ طيب انا ما اقول لك لا تسوي، انا ما اقول لك والله يا اسوي يا ما اسوي، لا لا لا، ما في حد. او احيانا ما يقدر الشخص يمسك نفسه، ولكن على الاقل اخف الضررين، اخف الضررين، انك تقول لي والله انا بضربه افضل عما تشتله، ان تقول لي والله انا بصفع كف احسن عما تطعنه، اما بتقول لي والله انا بسوي فيه اللي اسويه، ضرب تشويه الى اخرته احسن عما قص راسه. خمس ثواني بتغير حياتك كامله، وقد ايه في هالخمس ثواني لا تنسى ان الشخص هذا ما يستاهل تسوي فيه شيء. لما تفكر هو صح اوكي هو تسبريك، بس لحظة أنا شفت شيء يخطف قدامه، تكتشف بعدين إن في قطو خطف قدامه فهو ضرب بريك، فأنت تيجي في بالك طيب هذا لو كنت لاف عليه صدق ومات بسبة إنه هو ضرب بريك لأن قطو خطف قدامه، شو بسوي في حياتي؟ كيف بقدر أعيش بشكل طبيعي وأنا كنت السبب في موت شخص خاف على حياة حيوان؟ كل اختصار أعيدها لك بشكل واضح، وأنا أتمنى من كل شخص يوصل هذا الفيديو لأي شخص يهمه هذا الكلام اللي أقوله. خلي عندك قاعدة خمس ثواني، هل يستاهل أو لا؟ هل يستاهل بسوي فيه؟ هل يستاهل أنك تتحمل العواقب اللي بتيك تجاه أو بسبب هذا الفعل اللي سويته؟ هل يستاهل أو لا؟ هذه القاعدة قد تنقذ كثيرين من المؤبد، قد تنقذ كثيرين من الإعدام، قد تنقذ كثيرين من الغلط نفسه بمجرد أن يفكر هل يستاهل أو لا. معكم أخوكم سعيد الفار، سلام عليكم.